كدان؟ كدان؟ بنتي قوليلي انتي منيحة؟ قوليلي صار لك شي؟ أزاكي شي هداك المجنون؟ حبيبتي أنا أول ما عرفت إنك بالمستشفى فكرت إنه أكشات جندال عامل لك شي مو منيح. طمنيني انتي بخير؟ بابا أنا منيحة ما صار شي. أنا ما رح خليه ينفذ من عملته، نحن اكتفينا منه وأنا رح خليه يتعاقب، ما فيني اسمح له إنه يأذيكي هيك مرة تانية. هي هو هنيك بهديك الغرفة، تفضل حضرة الضابط قوم بعملها. ما حدا يقرب عليه. شو عم تحكي انتي؟ هو مرتكب جريمة كبيرة بحقك. هو ما عمل شي بنوب، ما حدا خطفني ولا جبرني على شي. بابا أنا رحت لقابله بإرادتي. قدان انتي ليش؟ حضرة الضابط بعتذر منك، بس هي الحقيقة، أنا ما بدي اشتكي عليه أبداً، وبدي اسحب الشكوى يلي قدمها والدي بأسرع وقت. يا مدام إذا بتسحب الشكوى هلأ ما بيضل في شي ضده. هي هي الحقيقة، أسفة لإزعاجكم. ما كان لازم تكذبي عليهم، بس هذا الرجال بيستحق ينحبس. أساساً أنت غلطتي بأنك أنقذتي. أنا غلطت بابا وكذبت، وكمان مستعدة أكذب ألف مرة لحتى أنقذه. طيب ليش يا قدان؟ ولشو؟ لأنه وضعه الصحي ما بيتحمل شي أبداً. بس أنت أهم شي بالنسبة لإلي، بنتي هي أهم شي بالدنيا وسلامتها هي الأساس. أنا ما بقدر شوف الدموع بعيونك، ما بقدر شوفك عم تتعذبي، لأنه هالشي بيجرحني من جوا وبيزيني. ما بيكفي العذاب يلي تحملتيه بسببه؟ بابا صدقني أنا بحترمك وبحبك من كل قلبي، وأنا أكتر بنت محظوظة بالعالم لأنه عندي أب مثلك، بس بترجاك حاول إنك تفهمني شوي. هذا أصح شي ممكن نعمله هلأ. هي آخر مرة، إذا بيغلط معك غلطة صغيرة وحدة رح حطه بالسجن بإيدي هدول، ومستحيل رد عليكي وقتها. وهذا آخر كلام عندي يا قدان. ستي ما بعرف كيف بدي أتشكرك، شكراً كتير لكرمك قدان. ستي لو سمحتي إذا بتريدي لا تحرجيني هيك، بترجاكي. ابني كيف صار هلأ؟ حماتي قلي لنا في شي بداية للقلق؟ ستي الدكتور قال إنه الكبد عنده متأذي بدرجة عالية، وإذا ما بيعالج هالشي بسرعة ممكن يصير معه تليف بالكبد. اتركوني. هاي أول بالا اهدى لو سمحت. اهدى شوي لو سمحت. اتركوني بعدو. سيد جندال إذا بتريد، جسمك هلأ ضعيف وتعبان كتير، وأنت بحاجة لتاخد هاي الأدوية. أنا ماني بحاجة أدوية، أنا بحاجة أطلع من هون، فهمتي؟ ما بصير تعمل هيك يا أستاذ. ترك إيدي، ترك. شو عم يصير؟ شوفي شو عم يعمل، عم نحاول نعطيه الأدوية بس ما عم يرضى. مدام لو سمحتي احكي معه. أعطيني الدواء. ما في داعي للتصرفات البطولية، هذا مستشفى وأنت مريض، وكل يلي هون عم يقوموا بواجباتهم تجاهك. وأنت كمان روحي شوفي واجباتك، ليش عم تلحقيني؟ خد الدواء لروح من هون. أنا ماني ولد صغير لحتى تضحكي علي. رح تاخده هلأ. أولاً ما رح أخذ أي أدوية، تانياً مستحيل أخذ شي منك أنت. ولا أنا مبسوطة أني أعطيك الدواء، أمك رح تعطيك إياه. لا منك ولا من أمي ما رح أخذ أي نوع دواء، فهمتي؟ ستي قلت لك دواء ما راح اخذ، ليش عم تزعجيني؟ هي استنوا. لا لك اشرب مي. شو جنيتوا انتو؟ حتى انت امي اكشات. شو مشكلتك انت؟ شو قصدك؟ ما فهمت. اشرح لك ولا تشوف انت شو الاحسن لك؟ شوف شو عم تعمل حضرتك.
إذا مو مهتم بحالك فكر بعائلتك. كيف فيك تكون مهمل لهي الدرجة؟ صح أنت عندك جسم ضخم بس عقلك صغير مثل الأولاد. أنت بتعرف قديش أمك بتضل قلقانة عليك؟ فهمني شبك ليش هيك؟ إذا صار لك شيء أنا شو بدي أعمل بي؟ بقصد عيلتك. شو هالحكي الفاضي؟ لي لا تسكت وتروح من وشي فوراً. ليش عم بتدير وشك؟ طلع بعيوني واحكي. صح نسيت بس تحس إنك محاصر بتستعين بأمك. رح قلك شو عم احكي، رح اشرح لك. هاد العضو يلي مثل طاقية القرصان، الكبد، اسمه الكبد. الكل عنده يا أنت وحماتي ولاكشمي وأنا والكل. بس بتعرف شو المشكلة عندك؟ كبدك بحالة سيئة لدرجة إنه بطل يشتغل بنوب. ببساطة أكتر كبدك متعفن. انسى كل الناس بس على الأقل فكر بحالك وبحياتك وبأمك كمان. لا تنسى فكر بالولاد يلي ناطرينك لحتى ترجع لهم. إذا بدي أعيش فرح عيش كرمال اهتم بالولاد، رح أتحسن وأنا معهم. أعتبر إنه هنن يلي طلبوا اهتم فيك. أنا مالي مستنيك لتقليلي شو لازم أعمل وشو لا. بلا بدي قلك، من وقت اللي بلشت تكرهني صرت تتعب. كان فيك تعمل أي شيء، كان فيك تحرق إعلاناتي وتشق صوري أو كان فيك تجي تخانقني. ليش ما اخترت الطريقة الصح لتعبر عن حالك؟ ليش قررت إنك تهمل صحتك لهالدرجة هاي؟ قلي. أنتي ما بيحقلك تعصبي علي، فهمي منيح، ما بيحقلك، ما إلك حق تتدخلي بحياتي. أنتي لا زوجتي ولا بتقربيني. لو سمحتي ماني بحالة منيحة لضيع وقتي معك أبداً. زوجتك إلها أكبر حق بحياتك. كيف صرت هلأ؟ مدام جودان، مثل ما قلتلك لازم ينتبه، هالمرحلة حساسة، فيكي تراجعي الاستمارة اللي وقعتي عليها، كل شي مكتوب فيها. دكتور ممكن استعار ألمك؟ تفضل.